مشاهدينا مرحبا بكم في حلقتنا اليوم الخاصة بالذكرى السنوية 20 للحرب على العراق ومعكم جان هاوي. منذ عام 2003 غيرت الحرب الوضع العراقي وغيرت مصير العديد من الناس، فبعد مرور 20 عاما عدنا إلى العاصمة بغداد لمعرفة المزيد عن العراق اليوم، ونيابة عن مجموعة الصين للإعلام يشرفنا أن نستضيف برنامجا مشتركا بالتعاون مع قناة العراقية الإخبارية، وسيكون لنا فرعان في بغداد وبكين. وينضم إلينا في الاستوديو دكتور أحمد ميالي رئيس قسم دراسات العليا في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، وكذلك دكتور حيدر قاسم التميمي رئيس قسم دراسات التاريخية في بيت الحكمة. مرحبا بكم. مرحبا. أول سؤال من أستاذ أحمد، فزعمت الولايات المتحدة أن العراق كانت يمتلك أسلحة دمار الشامل وشنت الحرب، فكيف تحدد سلوك الأمريكا في هذه الحرب وحتى اليوم لم يتم العثور على هذه الأسلحة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، الشكر موصول إلى السيد الضيف وللسادة السيدات المشاهدين. حقيقة أكذوبة وجود أسلحة الدمار الشامل كانت واحدة من مبررات الحرب على العراق. لم تحظى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 وقبل هذا التاريخ حينما سعت إلى تحقيق مشروعية أو شرعية في استصدار قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة لغزو العراق، لذلك ذهبت بمحاولة اختلاق مبررات لغزو العراق دون أن تكون هناك إرادة دولية أو شرعية دولية، لذلك سميت هذه الحملة بحرية العراق انطلاقا من محاولتها توسيع الديمقراطية والليبرالية الدولية كما ادعت. تفاهمت مع بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الحليفة وغزت العراق تحت هذا المبرر، والكل يعلم أن المجتمع الدولي في غالبيته كان يعارض هذه الحرب أو على الأقل لم يعطي التفويض الكامل للولايات المتحدة وبريطانيا في هذا التحالف، لأن مزاعم وجود هذه الأسلحة غير حقيقية، وأيضا نوايا الولايات المتحدة لإسقاط النظام العراقي في وقتها لم تكن تنسجم مع الأهداف المعلنة اللي ذكرتها المتعلقة توسع الديمقراطي والليبرالي. النوايا الحقيقية كانت هي نوايا احتلالية، غزو ومحاولة تثبيت المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وهي تقع ضمن التنافس الجيوسياسي مع أقطاب دولية. أنا أعتقد هذه الحرب وبسبب تداعياتها الإقليمية والدولية وما آلت إليه بعد سنوات 20 مضت أدى إلى تآكل الأحادية القطبية وتوسيع اتجاهات التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة. كان للعراق الحرب العراق تداعيات ليس داخل العراق فقط، إنما على مستوى النظام الدولي، توازن القوى الدولية وأيضا توازن القوى الإقليمية، تموضعات عديدة حصلت بسبب بهذا الغزو. ونعتقد الولايات المتحدة الآن هي الخاسر الأكبر في حربها على العراق منذ عام 2003 إلى غاية الآن. نعم، وفي ذلك العام أيضا بعد احتلال أمريكا على العراق قامت بحل الشرطة والجيش التابعين لحكومة سابقة، فأستاذ حيدر كيف ترى بهذا الشأن وهل هذا القرار له تأثيرات حتى يومنا هذا؟ شكرا جزيلا لحضرتكم وللقناة الراعية لهذا اللقاء ولضيفنا الكريم. طبعا أنا أتفق بالكامل مع الإجابة التي تفضل بها حول هذا الحدث وهذه المناسبة والأسلوب الذي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية في تحرير العراق كما أطلقت عليه في عام 2003. أما بالنسبة للخطوة الأكبر التي اتبعتها والتي اتخذتها من بعد الدخول للعراق وإسقاط النظام السابق فيه، وهو حل الأجهزة العسكرية من جيش وشرطة وأجهزة أمنية أخرى، وجعل العراق ساحة مفتوحة لكل الدول الإقليمية ولكل الدول المجاورة، حتى أصبح العراق ساحة وكأنه أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات.
ألا يكون هناك أمن ولا يكون هناك جيش أو سيادة لهذا البلد. هذه السيادة التي استمرت لفترات طويلة ولسنين طويلة متعددة يحاول العراق بكل كياناته السياسية التي تولت السلطة بالعملية السياسية الجديدة بعد 2003 أن تحاول إرجاع جزء من هذه السيادة من خلال تقوية الجيش، تقوية الأمن، لكن تقريبا الجهود كانت دون جدوى. وحتى يومنا هذا ما زال العراق يعاني من هذه الخطوة التي اتخذتها القوات الأمريكية أو القيادة الأمريكية في وقتها من حل الجيش والشرطة. حتى يومنا هذا نجد أن هناك أصوات في البرلمان العراقي تحاول إرجاع الخدمة الإلزامية للجيش، تحاول إرجاع قليلا من هيبة الجيش العراقي اللي كانت سابقا موجودة. حينما نواجه حالات استثنائية تضطر الدولة إلى الاستعانة بجهات وبقوات عسكرية من خارج القوات العسكرية النظامية في البلد نتيجة الضعف الظاهر في الجيش العراقي والقوات الأمنية بصورة عامة مقارنة بما كانت عليه قبل 2003. بالتالي نحن نعتقد، لا بل نعتبر نفسنا متيقنين إلى حد كبير، أن الخطوة التي اتبعتها واتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 من حل القوات الأمنية في العراق هي خطوة كانت مدروسة وليست اعتباطية وليست رهينة ساعة ورد فعل للوضع الراهن. بالعكس، كانت مدروسة ومخطط لها أن تجعل من العراق دولة ضعيفة عديمة السيادة لفترات طويلة لاحقة. نعم أستاذ أحمد، فمن وجهة نظرك هل تظن الحرب له تأثير على عمل وحياة السكان المحليين؟ ممكن تضرب مثالا لنا؟ أكيد، حقيقة أثرت حرب الولايات المتحدة وحلفائها على العراق بكل مجالاته ومساراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يعني إذا ما بدأنا من النظام السياسي العراقي الذي حاولت الولايات المتحدة أن يصمم هذا النظام على أسس طائفية، وهذا ما حصل في تشكيل مجلس الحكم، وهذا مجلس الحكم ضم شخصيات متنوعة الطوائف والأعراق، وأصبح التداول لرئاسة هذا المجلس مبني على هذه الاعتبارات القومية والمذهبية والطائفية. ثم تم ترسيخ هذه النزعة الطائفية في قانون إدارة الدولة لعام 2004، وأيضا حينما كتب الدستور بشكل عاجل تبنى هياكل الطائفية إلى حد ما، وأصبح يتحدث عن المكونات ولا يتحدث عن المواطنة. إلى حد هذه اللحظة، أنا أتحدث فقط من الناحية السياسية، إلى حد هذه اللحظة التقسيم السياسي والإداري في العراق رغم تشريعات وقوانين عديدة لا تشير إلى ذلك إلا أنها تبنى على أسس طائفية. حتى التقسيم في المناصب في دوائر الدولة يتم حقيقة مراعاة هذه التوازنات التي تضر بالوضع السياسي والإداري والاقتصادي للعراق، لأن سيكون هناك تغليب للولاء الطائفي والهويات على أساس المهنية والكفاءة، وسيتم استبعاد من هو كفوء ونزيه بغض النظر عن قوميته، ليتم تفضيل شخص ينتمي أو يتصاهر مع قومية ومذهب آخر. هذا اللي حصل، عكس على حياتنا وحتى في لغتنا الاجتماعية، حتى في زيجاتنا، حتى في كثير من الأمور التي دخل فيها العراقيين يتعاملون على أسس طائفية. للأسف يعني كان أسوأ الأمثلة اللي أستطيع أن أضربه هو سردية الطائفية في العراق بسبب هذا الحكم. نعم، شكرا لك أستاذ، شكرا على هذا التعليق. فالآن لننتقل إلى استوديو بكين ولنستمع إلى أفكار خبراء صينيين مع زميلي ليكام بشأن العراق، فأهلا وسهلا ليكام. مرحبا بكم هاويو، نحييكم ونحيي مشاهديكم الكرام في هذا البرنامج الخاص لاندلاع الحرب على العراق. ويسعدنا أن نستضيف اليوم في الاستوديو السيدة ليوان تشين والسيدة تانغ هوم، وهما خبيران في شؤون دولية، وسبق لكلاهما أن عاش في العراق. ولو بدأنا مع أستاذ لي. أستاذ لي، نعم. مرحبا بكم. أهلا.
كيف كان موقف الصين وسياستها الخارجية تجاه الحرب على العراق وما الأسباب وراءها؟ نعم، بصورة عامة سياستنا الخارجية تقع على توضع على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي منذ بداية تأسيس جمهورية الصين الشعبية ابتداء من الخمسينات من القرن الماضي، هذا بكل وضوح. أما بالنسبة إلى مسألة العراق، عندنا ثلاثة نقاط أساسية. الأول، ندعو حل مسألة العراق في إطار الأمم المتحدة احتراما لسلطة المجلس الأمن للأمم المتحدة. وثاني، ندعو الحكومة العراقية أن تنفذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن للأمم المتحدة، بهذا بتأكيد، هذا الثاني. أما على أساس طبعا على شرط ضمان وحماية المصالح وأمن وسلامة المواطنين العاديين والعراقيين مع ممتلكاتهم، هذا. أما الثالث، ندعو الدول المعنية لوقف فوري لشن الحرب العدوانية على العراق، هذا الثلاثة النقاط بكل وضوح. ابتداء من قبل في عشية شن الحرب، وأنا أتذكر هذا، كنت أعيش في المملكة العربية السعودية قريبة من العراق، وسبق لي أن عشت في الثمانينات في العراق أيضا مدة 4 سنوات، وترك عندي انطباعات كبيرة. فهذا موقفنا موقف واضح جدا في أثناء هذه الفترة. سبق للمسؤولين الكبار قام بزيارات متكررة للعراق والدول المجاورة وبعض الدول المعنية بما فيها أمريكا ودول من أوروبا أيضا من أوروبا، فمن أجل تحدية الوضع، وأيضا طرح عدة اقتراحات ومشاريع لتخفيف التوتر ومحاولة حل نهائي لمسألة العراق. طبعا هذا موقف، كل موقف هو على مصلحة ضمان مصلحة الشعب العراق وشعوب العالم وتحقيق تنمية السلمية في هذه المنطقة إقليميا حتى العالمية. فكل وضوح بعد فترة وأيضا نتواصل في اتخاذ الإجراءات المفيدة لمساعدة حل هذه المسألة. حتى بعد انتهاء الحرب، أول صين من الدول الأوائل التي شاركت في عملية الإعمار في العراق أيضا. أنا أذكر في عدد متزايد من الشركات والمؤسسات الصينية الكبرى قد شارك في عملية الإعمار بالتعاون مع الجهات العراقية لإسراع لإعادة الشعب العراقي إلى حياتها الطبيعية، لأن كان بنية تحتية ضعيفة مخربة وأيضا البضائع ناقصة ومشاكل كثيرة في الحياة. فبأجل حل هذه المشكلة الفورية قد ساهمت الصين مساهمة فعالة لحلها المشكلة بالتعاون مع جانب العراق أيضا. باختصار، الصين في قبل الحرب وأثناء الحرب وحتى بعد نهاية الحرب كان الموقف مرموق وواضح. نعم. شكرا. أستاذ تم، سبق لكم أن عشتم وعملتم في العراق، هل بإمكانكم أن تحدثونا عن تجاربكم في العراق؟ كيف كان البلد آنذاك؟ طيب، مثل ما تفضلتم كنت في العراق، يعني في يناير عام 2005 تم تعييني كالملحق العسكري الصيني المعتمد لدى العراق، ومنذ ذلك الوقت إلى يوليو عام 2006 عشت واشتغلت في العراق سنة ونصف. وفي هذه الفترة شاهدت في العراق بأمي عيني كارثة إنسانية فظيعة أدت إليها الحرب العدوانية الوحشية التي شنتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الأخرى. فأنا يعني رأيت، يعني شاهدت كيف كانت هذه الكارثة، وهذه الكارثة فعلا تجعل البلد
يعني دولة الدمار ودولة الفوضى. إذن هناك بيانات تبين أن هذه الحرب كبدت العراق بخسائر فادحة تقدر قيمتها بتريليونين من الدولار الأمريكي، وقتلت 25,000 جندي عراقي، وشردت نحو 10 ملايين مواطن عراقي بريء. و يعني طبعا الولايات المتحدة احتلت العراق عن طريق الحرب العدوانية، وبعد تحقيق احتلالها على العراق تسرعت إلى إثارة واستغلال النزاعات والتناقضات فيما بين الفصائل السياسية والدينية والعرقية والقبائلية المختلفة، مما أدى إلى انتشار العنف والاشتباكات الدموية والعمليات الإرهابية أيضاً، وكان عمليات الإرهابية منتشرة في كل أنحاء البلاد في العراق. إذن مثلا وأيضا أستاذ ظهور التنظيم داعش. إذن في الحقيقة أن أمريكا يعني احتل العراق ولا يستطيع أن يقوم بالإدارة أو يقوم مثلا بتنظيم الحياة الاجتماعية، والشعب يعني كان في فقر المدقع يعني. إذن دائما ينقطع إمدادات الكهربائية، وأن الشعب لا يمكن أن يجد المواد الغذائية الكافية. إذن وفي هذه الحالة يعني لم تكن هناك قدرة كاملة للسيطرة على الأراضي كلها من قبل القوات الأمريكية. إذن وهكذا أصبحت جزء من أراضي العراقية مأوى آمنا للمنظمات المتطرفة والإرهابية، ومنها منظمة داعش. إذن وفي هذه الحالة لم يكن هناك أي ضمان لسلامة حياة المواطنين العراقيين الأبرياء، فلقي مئات الآلاف من المواطنين العراقيين الأبرياء حتفهم في الاشتباكات المختلفة وفي هجمات الإرهابية، وفعلا كان الوضع سيء جدا في ذلك الوقت. فيمكننا أن نقول أن هذه الحرب هي التي حولت العراق من بلد جميل مزدهر إلى دولة دمار والفوضى، ولم تعارق التقدم، يعني هذه الحرب لم تعارق تقدم العراق فحسب، وإنما عرقلت خطوات التقدم لمنطقة الشرق الأوسط كلها إلى اتجاه سلام والتنمية. نعم، إذن الوضع الأمني في العراق تدهور، شهد تدهورا كبيرا جدا إلى الغاية، يعني نعم. إلى أقصى حد، يعني متدهور نعم. إلى أقصى حد، لا أحد يمكن أن يسيطر عليه. نعم أستاذي، كيف ترون المشهد السياسي في العراق في عصر ما بعد الحرب؟ يعني ما الذي جلبته الديمقراطية الأمريكية لهذا البلد؟ هذا فعلا كما تكلم الأستاذ تنكون، هذا قد مر العراق بمرحلة المأساة الكبرى بعد الحرب. كان الشعب العراقي يعيش على كل حال بسلامة والأمن في القرن الماضي قبل الحرب، ولكن شن أمريكا وحلفائها حربا على العراق من أجل من ما يسمى بإطاحة ديكتاتورية، هذا سلطة صدام حسين، ولكن في الحقيقة في الأصل ليس هذا الهدف، بل هدفه هو إعادة هيمنتك على هذه المنطقة. لأن في هذه المنطقة إذا حللنا هذه الجغرافية، نحن نتذكر أن كان في الثمانينات قد مر هذه المنطقة بمرحلة الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لمدة 8 سنوات. في هذه الحرب أنا كنت أشتغل في العراق كممثل تجاري، فأنا عرفت كان أمريكا يقف بجانب العراق،
ويعطي بعض المعلومات والإعلامات حتى بعض الأسرار العسكرية إلى سلطة صدام حسين، وفي ذلك وقت لا يعتبره كديكتاتورية وكرجل غير مرغوب فيه من قبل الشعب، ولكن حان الوقت لإعادة الهيمنة، لأن يبدو أن سلطة صدام حسين لا يستمع إليه 100% في بعض النشاطات وبعض الحركات خارج سيطرته، فوضع المهمة لإطاحته، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هو من أجل إعادة نفوذ انتشارها في هذه المنطقة. قلتم نعم. الهدف هذه الحرب هو الاستيلاء على ثروات هذه الدولة، هذا من ناحية أيضا في إعادة الانتشار النفوذ هذه المنطقة، لأن يبدو أن نفوذها نعم يبدو أن العراق أصبح نقطة بيضاء في نفوذها في تلك الفترة، فيريد الإعادة عليه، ولكن بحجة، لابد من وجود حجة. الحجة إطاحة هذه السلطة، ولكن بعد إطاحة الحجة أسلحة دمار شامل. نعم هذا دمار شامل، وأخيرا لم يبقى إلا هذا فقط هذا هذا شو اسمه، لم يجد أي سبب موثوق به في الأخير. ولكن بعد إطاحة السلطة كون الحكومة، يبدو أنها تسمى حكومة ائتلافية ثلاثية في العراق، طبعا معروف في كردية في الشيعية في سونة، هذا كأنه مكون من عدة توزيع الطائفي، ولكن في الحقيقة النزاعات والخلافات لا تزال موجودة واشتدت سنة بعد أخرى، لم يحل هذه المشكلة نهائيا، وهذا يبقى هذه الخلافات والنزاعات لمصلحة الأمريكا، يعني أمريكا هو يستطيع أن يتدخل بأي حجة بأي سبب من الأسباب، وأيضا ممكن يسيطر على هذه السلطة لأن يجعله أن يعمل ويقوم بكل الأعمال والنشاطات تحت أوامره. فأخيرا السبب الرئيسي لعدم استقرار ووجود اضطرابات في هذه المنطقة وخاصة في العراق يرجع إلى الحرب التي شنه الأمريكا وحلفائه. نعم أستاذ تام، لو قسمنا العقدين الماضيين إلى فترتين، إحداهما من 2003 إلى 2011، أي إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والأخرى من 2012 إلى يومنا هذا، يعني كيف تعلقون على هاتين الفترتين تعليقا مختصرا؟ إذن بالخلاصة أنا أعتقد أن المرحلة الأولى الحرب العدوانية الوحشية التي شنتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الأخرى حولت العراق من بلد جميل مزدهر إلى دولة دمار والفوضى. وفي المرحلة الثانية من عام 2012 إلى يومنا هذا، يعني بجهود القيمة التي بذلها العراق حكومة وشعبا لإعادة البناء بعد الحرب، رجع العراق من دولة الدمار والفوضى إلى دولة طبيعية تمشي على طريق السلام والتنمية. نعم شكرا لأستاذ تام، فعلا قد عانى الشعب العراقي من تأثيرات هذه الحرب الأمريكية العدوانية لسنوات طويلة. نعم مشاهدينا، الآن لنعود إلى استوديو بغداد. شكرا لك ومرحبا بكم مجددا إلى استوديو العراق. فالآن إلى أستاذ حيدر، فمن خبراتك المهنية أو تجربتك الحياتية، هل شعرت بأن النزاعات قد اشتدت بين المجموعات العراقية أو الطوائف أو المجتمع في العراق؟ في الحقيقة أنه النفس الطائفي، لا نريد أن نسميه نزاع، لكن هناك كان تحسس طائفي قومي في العراق موجود منذ ثمانينيات القرن الماضي، هو ليس جديد في المجتمع العراقي، لكن الطابع العام الذي كان يأخذه قبل 2003 وقبل دخول القوات الأمريكية للعراق
كان طابع سلطوي أكثر ما هو مجتمعي، أي أن السلطة كانت هي التي تتبع هذا النظام، تتبع هذا الأسلوب في التعامل مع طوائف الشعب. في المقابل كان الشعب نوعا ما مغلوب على أمره في هذا التعامل. هناك نعم هناك بعض العناصر، هناك بعض الفئات في المجتمع العراقي كانت متوافقة مع التوجه الحكومي هذا قبل 2003، لكن السياسة الأمريكية التي اتبعت بعد عام 2003 كانت سياسة تحاول زرع هذه التفرقة الطائفية المذهبية حتى القومية بين أبناء المجتمع العراقي، لا أن تجعلها مسألة لها علاقة بالعملية السياسية فقط، وأن تكون هناك تقسيم أو محاصصة سياسية مبنية على الأديان على المذاهب أو القوميات، كلا، وإنما حاولت أن تجعل هذا الموضوع ينزل إلى الشارع العراقي، إلى المجتمع العراقي، يتغلغل بين جميع فئات المجتمع. وفعلا فعلا هذه السياسة التي تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بها إلى حد كبير، بدليل الجهات والعناصر الإرهابية التي سهلت دخولها إلى العراق بعد عام 2003، واشتعال الحرب الطائفية في العراق منذ بدايات عام 2005 والتي استمرت لسنوات، كان ضحيتها كل الأطراف في المجتمع العراقي، كل الأطراف كانت هي الخاسرة. الجهة الوحيدة التي كانت مستفيدة من هذه الفوضى المجتمعية التي مرت بالعراق هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي حاولت وإلى يومنا هذا أن تجعل إلى العراق، تجعل منه بلد غير مستقر على شفاء حفرة من المشاكل، من الأزمات المجتمعية السياسية الأمنية حتى يومنا هذا، حتى بعد انتصار القوات الأمنية والدولة العراقية بصورة عامة بكل فئاتها بكل مكوناتها على أهم وأكبر تحدي إرهابي واجهته، وهو المتمثل بدولة داعش الدولة الإسلامية. هذا الفوز وهذا الانتصار حتى اليوم هو فوز قلق، ما زالت هناك عناصر وجيوب إرهابية تابعة لهذا التنظيم الإرهابي لم يتم القضاء عليها بصورة نهائية. كل هذه مؤشرات تدل على أنها هذه الجهات لها دعم ولها إسناد من خارج العراق، تجعل من بقائها مستمرا كأنه كارت لتحذير كل من يحاول الخروج عن الخط العام للسياسة والتوجيه الأمريكي. نعم، شكرا على التعليقات. نظرا لضيق الوقت سنواصل مناقشة موضوع ذكرى الـ20 لحرب العراق في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.